الله جميعا، معكم عبد الرحمن القويز، وباذن الله اليوم راح اعطيكم هيستوري تيكنج للسي ان اس، البعض مواضيع السي ان اس وجنرال هيستوري تيكنج تكنيكس راح تفيدكم باذن الله، وبتكلم لكم شويه عن الاوسكي وبناخذ مراجعه على الهديك. فزي ما ذكرت الاشياء اللي راح اغطيها، راح اتكلم لكم عن الاوسكي، وش الاوسكي بالضبط بشكل بسيط، جنرال هيستوري تيكنج القالب حق الهيستوري تيكنج اللي راح نتكلم عنه، brief talk about tension and migraine headaches زي مراجعة بسيطة، لأنه لو ما جاكم الـ history taking، لو ما كان عندكم OSCE ممكن على الأقل تستفيدون من المحاضرة هذه شوي، history taking of a patient with headache، وبعطيكم history taking المواضيع الثانية في الـ CNS زي weakness و seizure وغيرها. طيب، so what is an OSCE exam؟ أجيب لكم الصورة هذه، لأن ما عندنا صورة في الكلية للـ OSCE اللي قد سويناها، بس فكرة باختصار أن عندكم غرف مثل stations، تمام، وتتنقلون بين stations على حسب الوقت. مثلاً خمس دقائق مثلاً تكون واقف مثلاً عند الباب هذا، تدخل station، station يكون يا history taking يا physical examination يا data interpretation، ويكون مثلاً مدة خمس دقائق، يرن الجرس تروح للstation اللي بعده، station اللي بعده ممكن يكون rest، تنتظر خمس دقائق بعدين تروح للstation اللي بعده rest مثلاً هنا، بعدين تدخل الستيشن اللي بعده لين ما تغطي كل الستيشنز. فالهيستوري تيكينج يكون في اكزامينر واحد تدخل عليه، يعطيك يقول لك وش المفروض تاخذ من البيشنت زي معلومات عنه سريعه، وتاخذ منه هيستوري. الفيزيكال اكزامينيشن يكون في اكزامينر، ويكون في وان سيميليتد بيشنت، سواء كان شخص متطوع يعني انت تفحصه، ويقيمك الاكزامينر عليه، وفي الداتا انتربريتيشن تكون انت والورقه وقاعد تقعد تجاوب لحالك في غرفه. فطبعا في الهيستوري تيكينج والفيزيكال اكزامينيشن، الفيزيكال اكزامينيشن يكون بالانجليزي، الهيستوري تيكينج على حسب الدكتور هل يكون عربي ولا انجليزي، تساله انت تقول الدكتور وديك يكون عربي ولا انجليزي، او ممكن هو من البدايه يقول لك، او ممكن يصححك في النص يقول حول عربي ولا حول انجليزي، انت وحظك مع الاكزامينر. فإذا جيت تحضر أنا من كلامي هذا، إذا جيت أنت في بالك مثلا بتختبر أوسكي إكزام، الأسئلة اللي راح تسألها حط في بالك وش راح تكون بالعربي إذا أنت محضر الإنجليزي، وش راح تكون بالإنجليزي لو أنت محضر بالعربي. طيب، فجنرال هيستوري تيكينج، الهيستوري بشكل عام هو مثل القالب، شيء أساسي، في معلومات أساسية أنت لازم تغطيها في كل الهيستوري تيكينج، وفي أشياء تختلف بحسب الموضوع اللي انت بتغطيه، او اللي هو اللي يسمونه الكومبلينت اللي البيشنت جاي عشانها. ففي البدايه طبعا يو هاف تو انترودوس يور سيلف، فمثلا اكزامبل هالو ماي نيم از فلان فلاني، اي ام ا ثيرد يير ميديكال ستودنت، يو هاف تو جين كونسنت على طول بعدها، سو اي ويل بي اسكينج يو سم كويستشنز از ذات اوكي وذ يو، فلو تسمح لي راح اسالك عده اسئله اذا ما عندك مشكله. بيرسونال داتا طبعا تاخذ منها، تقول وات از يور نيم، ايج، ناشوناليتي، الريزيدنس، او سواء كان في مدينه ولا في منطقه خارج القريه والمنطقه اللي ساكن فيها، المارايتال ستاتس والاوكيبيشن. هذه الاشياء ممكن ترى تقولها بعدين في النقاط اللي بنغطيها بعدين في الفاميلي في السوشيال هيستوري، بس في ناس يحبون يقولونها في البدايه، فالامر راجع لك، ما في شيء اسمه صح ما في شيء اسمه غلط، الدكتور يكون عنده تشيك ليست، شيء قلته يعطيك صح، شيء ما قلته يعطيك اكس، ما عليه من الترتيب. طيب، الشيف كومبلين والدوريشن، فتسألت تقول مثلاً what seems to be the problem، ولا سلامات، عسى ما شر، يعني وش جابك للطوارئ أو للعندرة في العيادة، وكم لها معك. فمثلاً يقول لك والله مثلاً معي صداع، تقول من متى الصداع هذا معك، هل له يومين، هل له ساعة، هل له سنة، هل له 10 سنوات. الهيستوري اوف بريزنتنج إلنس ويسمونه الـ HPI، هذا يختلف بالشيف كومبلين نفسه، يعني شفت من قلت لكم اياها هذه قبل كلها، واللي بقولها قدام بعد نقطه الهيستوري اوف بريزنتنج إلنس تنطبق على كل انواع الشيف كومبلين. الهيستوري اوف بريزنتنج إلنس هو اللي يختلف. فمثلا عندنا بتكلم لكم بشكل اساسي على السكريتس اللي هي الاختصار هذا للناس اللي يجونك بين، سواء كان بين بسبب هيديك ولا بسبب ابدومينال بين ولا مثلا بسبب ليج بين او غيره، او مثلا تشست بين. فالسكريتس هذه احفظوها مثل اسمكم، لان هذه يعني من اسهل الاشياء اللي تنحفظ ومن اكثر الاشياء اللي تختبرون عليها. فسكريتس فيها سايت اللي هو اس، سو وير دو يو فيل، وين تحس الالم هذا،
ان هذا اللي انت بتبدا عليه. الاونست فهل هو بدا معك فجاه ولا كان جراجول؟ الكاركتر هل هو شارب بين تحس ان في شيء قاعد يطعنك، ولا تحس في بيرنينج بين تحس انه قاعد يعني تحترق، ولا كراشينج شيء قاعد يضغط عليك؟ الريديشن هل هو يروح لمكان ثاني ولا هو قاعد في مكانه؟ فمثلا هل يروح للكتف، هل يروح ظهرك، يروح رجلك، يروح الجوانبك؟ ار سوري اي اللي هو الاليفييتنج او الريليفينج فاكتورز، الاشياء اللي تخفف عليك الالم هذا. فتقول هل والله مثلا اذا انسدحت يخف الالم هذا عليك؟ هل تاخذ مثلا مسكنات تخفف عليك الشيء هذا، ولا هل مثلا يحتاج انك تتقدم كذا على قدام مثلا زي في حالات البريكاردايتس؟ التي التايمينج، فتساله هل هو كونتينوس، هل هو مستمر معك الالم هذا طوال اليوم، ولا هذا متقطع، ولا هل مثلا يصير اسوء في الليل ولا في الصباح، ولا ما يتغير مثل ما هو. الاكساسربيتنج الحين قلنا الاليفييتنج فاكتور، الاشياء تخفف والاشياء اللي تزيد عليك. فمثلا الموفمنت تزيد عليك ولا لا، ولا مثلا الاكل زي الناس اللي عندهم جاستريك ألسر تزيد عليهم. والسيفيريتي تساله تقول له لو تقول لي مثلا من 1 الى 10، 10 أسوأ ألم قد عشته في حياتك أو قد جربته في حياتك، واحد اللي ألم مرة بسيط يعني تحس فيه، يعني مهم مزعجك بس تحس فيه، فيقول لكم مثلا 7-8. أو مثلا تقول هل هو مثلا صحيك من النوم، هذا this is one way to assess the severity of pain. ولا تقول مثلا هل هو مثلا خلاك الألم مثلا ما تداوم، ولا مثلا مثلا ما تقوم من الفراش من شدة الألم. فهذا يعني في multiple ways to assess the pain it differs. طيب البروجريشن، الالم بشكل عام هل هو is it getting worse ولا getting better ولا مثل ما هو طول الايام الماضيه او متى ما هو معك. طيب فخلصنا الان من اللي هو زي ما قلت لكم introduce yourself, the consent, the personal data and the chief complaint. هذه تنطبق على كل انواع الهيستوري تيكينج. الهيستوري بريزنتنج illness يختلف بحسب الكومبلينت، وفي الحالة هذه أعطيتكم للبين، أي نوع من البين you have to do secrete. طيب نرجع الآن للجنرال هيستوري تيكينج اللي ينطبق على كل أنواع الهيستوري تيكينج. الأسوشيتد سيمتومز، سو الأسوشيتد سيمتومز هو السيستميك ريفيو أوف ذا ريليتد سيستم اللي أو السيستمز اللي جاي الشيف كومبلين عليها. فمثلا لو جاك البيشنت عنده هيديك بتسأل عن السيستم اللي هو جاي الشيف كومبلين منه، فهل هو النيوروفاسكولار سيستم؟ فمثلا تسأل عن عنده بلورينس اوف فيجن، فوتوفوبيا، ديزينس، سينكوبي، لاكريميشن، وكل أنواع مثلاً فيرتايغو أو غيره. فالكونستيوشنال سيمتومز هذه تنسأل في كل المواضيع نفس الشيء. هل عنده فيفر؟ هل عنده فتيق؟ هل عنده لوس اوف أبتايت أو ويت؟ أو عنده نايت سويتينج؟ هذه ترى لازم دائماً تنقال مهما كان الشيف كومبلين. عشان كده قسمتها أنا من الأسوشيت سيمتوم مع الكونستيوشنال سيمتومز. الباست ميديكال هيستوري، هل هي خلصت؟ في ناس يسوون حركة بشرح لكم إياها، أنه بعد الكونستيوشنال سيمتومز يحطون السيستميك ريفيو، يبدأ يغطي كل المواضيع الثانية، يبدأ يغطي كل المواضيع الثانية أو كل السيستمز الثانية غير اللي البيشنت جاي فيها. مثلا البيشنت جاي هيديك، أنت بتسأل في النيوروفاسكولار سيستم زي ما قلنا في الأسوشيتد سيمتومز. بعض الناس بعد الكونستيوشنال سيمتومز يبدأ يسأل عن الجي آي، يبدأ يسأل عن اليوروجينيتري، يبدأ يسأل عن الكاردياك وما إلى ذلك. ففي أكثر من طريقة، بس أنا شخصياً أحب أني أخليها في الأخير، لأنك تبدأ عاد يعني تقولها كلها عنده، تبدأ من رأسه إلى رجوله ولين ما الدكتور يوقفك. وكثير من الدكاترة أصلاً حتى في الـ examinations يقول systemic review يعني ما أنتم مطالبين فيه. طيب فالpast medical history تسأل قد جاك الأتاك هذا قبل، أو قد جاتك المشكلة هذه قبل؟ هل عندك أي chronic diseases ثانية؟ عندك سكر، عندك ضغط، عندك مشاكل كلى، كبد؟ هل قد تنومت في المستشفى أو قد صار لك admission في المستشفى لأي سبب من الأسباب؟ past surgical history تسأل عن إذا قد سوى عمليات قبل لأي سبب من الأسباب، وإذا كان إذا قد سوى blood transfusion. blood transfusion تقدر تنسأل في أشياء ثانية، بس غالبا يعني تحطها مع past surgical history لأنه في العمليات ممكن يحتاجون دم، فعشان بس ما تنساها تحطها مع past surgical. طبعا البلد ترانسفيوجن ترى يعني لها دلالات كثير، مثلا انه ليش يحتاج دم؟ مثلا ممكن يكون عنده انيميا، شيء ما انتبهت له انت، ممكن الدم اللي نقله كان فيه مشكله مثلا، او ايا ما كان. فالبلد ترانسفيوجن لها اهميه كبيره.
الدراجز اند الرجي تبدا تسال عن تقول ار يو كورنتلي تيكينج ان ميديكيشن، هل في اي ادويه تاخذها انت حاليا؟ مو بشرط انه شو اسمه للمشكله هذه، ما انت تاخذ مسكنات وبس، لا تسال تقول هل في اي ادويه تاخذها. Do you have any allergies towards drugs or types of food or animals؟ عنده حساسية من البنسلين، عنده حساسية من أنواع أكل، ولا عنده حساسية من حيوانات. الفاميلي هيستوري تبدأ تسأل عاد إذا في أحد في العائلة عند نفس المشكلة هذه، زي مثلاً migraine headaches ممكن تكون شيء متوارث في العائلة. مثلاً في chronic disease في العائلة، ناس عندهم ضغط، ناس عندهم سكر، ممكن أنت patient جايك في مشكلة، مثلاً احتمالات إنه مثلاً عنده ضغط. بس هو مو دايجنوست بالهايبرتنشن، فتبدا تسال عن اهله فتقول ممكن انه يعني هذا يزيد احتماليه انه ممكن الشخص يكون مصاب بالضغط، يعني بالشخص بالضغط جينيتك ديزيزز مهما كانت، والكانسر. طيب والسوشيال هيستوري، هنا اللي كنت اقول لكم اياها، انه ممكن تبدا تسال عاد عن المرايتل ستاتس هنا، هل متزوج او لا، النمبر اوف تشيلدرن، الاوكيبيشن، وين يشتغل، انه ممكن يشتغل في مكان مسبب لها الكومبلينتس هذه، مثلا عنده كحة مثلا وهو يشتغل في مصنع مثلا، الكحول ودراجز. عاد في السوشيال هيستوري انت تبدا عاد يمكن تخرب علاقتك مع المريض، تبدا تقول لو سمحت تسمح لي راح اسالك عن عده اسئله ممكن تكون محرجه، فهل مثلا تشرب كحول ولا تتعاطى اي مخدرات؟ ولك حق انك تسال، يعني في الشميسي ولا في المستشفيات لو زعل منك الغلط، يعني مو بالغلط، ما في حد غلطان. طيب ممكن يتحسس هو، بس انه من حقك انك تسال الاشياء هذه، لانه ممكن يقول ليش تسالون، تقول ممكن هذه اشياء تساعد في التشخيص. سموكينج، الاماونت والفريكوينسي، مثلا تقول له هل تدخن، وكم باكيت تدخن مثلا في اليوم ولا في الاسبوع، وكم لك، هل لك سنه، سنتين، 10 سنوات، 20. ترافل، سفر، مع سالفة الأمراض وما الأمراض اللي تيجي مع السفر، إذا راح المناطق نائية وكذا. حيوانات، ممكن زي ما قلت لك شيء فاتك في الحساسية هنا، ممكن هنا في البيتس، أو ممكن مثلا مخشة جاته وسببت له إنفكشن وزي كذا، ممكن ما تتغطى في الألرجي بس تتغطى في السوشيال هيستوري. الدايت والفيزيكال أكتيفيتي، بعدين عاد السكشوال كونتاكت مع الاس تي ديز وغيرها. فهذا هو الجنرال هيستوري تيكينج اللي قلت لكم عنه. فقط الـ HPI هو اللي يتغير بالـ Chief Complaint، أما الباقي كله مثل ما هو. طيب وآخر شيء اللي هو قلت لكم Systemic Review، Ask about the rest of the systems، فتسأل عن أي شيء ثاني غير عن السيستم اللي أنت قاعد تغطيه في الـ Chief Complaint هذا. بعطيك بس مراجعة بسيطة قبل ما ندخل في الـ History Taking حق الـ Headache، وإن شاء الله أنكم يعني مذاكرينها كويس. فلما نتكلم عن التنشن والمايغرين، اشياء بسيطه يعني، بس انه قلت بحاول اني اغطيها عشان بس وي كورليت مع الهيستوري تيكينج. فاذا نتكلم عن التو موست كومن تايبس اوف هيديكس اللي هم التنشن والمايغرين، التنشن تايب اوف هيديك غالبا تبدا في ال 20 الى ال 50، وترى المصادر تختلف، يعني انا عارف لما كنت تشوفون معلومه انه والله الرقم هذا غير صحيح، المصادر تختلف، لانه الهيديك شيء شائع جدا وسيمتومز تختلف والايج اوف اونست يختلف واللوكيشن والسيفيريتي وغيره، بس هنا بس حطيت لكم الاشياء اللي مشتركه بين المصادر. الايج اوف اونست كلها من 20 الى 50، اللوكيشن ممكن يكون بايلاترال ولا سيمتريك، الريليتيف سيفيريتي مايل تو مودريت، لدرجه انه مثلا مو للدرجه انه البين هذا يخليه مثلا ما يقدر يقوم من الفراش، ما يقدر يسوي شغله، يعني صداع يجي، عكس المايجرين اللي بنتكلم عنه. التيبكال دوريشن غالبا من 30 مينتس تو 7 دايز. الكواليتي، كومبريشر، تايتنس، والباند لايك اللي هو مثل ربط على الراس. الاسوشيت سيمتومز غالبا ما فيه، يعني غالبا نتيجه مثلا في نهايه اليوم صداع في الراس، بس ما في اسوشيت سيمتومز معها. بس مثلا في المايجرينز غالبا تصير مثلا في الناس اللي عمرهم اصغر، وهنا يجيك مثلا الجينيتك فاريبيليتي، انه people with migraines generally have genetic predisposition، له اكثر من الناس اللي عندهم tension type headache. Usually starts unilateral عند بعض الناس، بس ممكن significant minority ممكن يكون عندهم bilateral. Moderate to severe فهو أشد من tension type headache. The typical duration غالبا يطول أكثر من ال tension type headache. والquality حقته تكون throbbing أو pounding زي النبض في راسه. والأشياء اللي تجمع على associated symptoms، يقولك 30 to 75% of patients experience prodrome،
فirritability, food cravings, yawnings, up to 48 hours before the headache onset. و 25% of patients have an aura such as visual disturbance زي فوتوبسيا. أبريك مياه هنا جيب لها صورة. الفوتوبسيا اللي هو زي flashes of light, تمام. الفورتيفيكيشن سبكترا أو فورتيفيكيشن سبكترا زي الكهرباء كذا بالنظر حقه زي التغبيش. والسنتريتين سكوتوما المعدة, السنتريتين سكوتوما هي مثل التغبيش, فهو اللي هو مثل هذه, تمام. هذه سنتريتين معدة مثل سنتريتين سكوتوما. لو تشوفوا لها صورة اللي هي الفورتيفيكيشن سبكترم, لأنها ما هي مثل الفوتوبسي ولا هي مثل السكوتوما, والصورة هذه ما أعطتها حقها هذه الكهرباء. وفوق ممكن يكون عندهم فوكال نيوروفايندكس. طبعا هذه الفوتوبسيا والفورتيفيكيشن سبكترم والسكوتوما هذه يسمونها تيجي مع الفيجوال مايجرينز, بس مثلا ممكن بعضهم يكون عنده فوكال نيورولوجيك فايندكس مثلا موتر ولا غيره. It can last up to 1 hour before headache onset. During the headache, the aura may persist, and patients often also have nausea, vomiting, photophobia, phonophobia, or allodynia. طيب. فزي ما تكلمنا الآن عن the headaches and types of headaches, نحاول نحطها في history taking حقنا. فعندنا the onset and duration. طبعاً زي ما قلنا إنه ممكن بدأت معه من عمر صغير ولا من عمر كبير. The presence or absence of aura or prodrome اللي تكلمنا عنهم, frequency and severity and duration of attack, هذا يقيم الشدة migraine headache أو tension type headache لأنها تساعدنا بعدين في المانجمنت. يعني أنت ممكن شخصت في migraine بس المانجمنت يختلف مع severity حقتها. Number of headaches per month, ما أدري بس number of headaches days per month زي ما قلنا هذه مع severity, time والmode of onset, site والradiation of pain زي ما قلنا هل هو unilateral ولا bilateral, associated symptoms والabnormalities معها إذا كان فيه مثلا lacrimation ولا غيرها إذا شكينا في cluster headaches, family history of migraine زي ما ذكرنا, precipitating relieving factors مثلا حقين المايجرينز مثلا يحتاج انه بس يقعد في غرفه ظلمه ويسكر عيونه وفي مكان هادي وتخف عليه اذا كانت في المايلد سايد, exacerbating or relief with change of position, effective activity on pain, relationships with food or alcohol, response to any previous treatment اذا قد اخذ في شيء اسمه ما ادري قد اخذته ولا لا اسمه ريباوند فينومينون للناس اللي ياخذون تنشن ياخذون مثلا بنادول ولا ايبوبروفين ولا اي انسد للهيديكس اللي يصير انه اذا يبدا عنده هيديك ياخذ مثلا حبه واحده بنادول مع الوقت يبدا ياخذ زياده 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 لانه البين يبدا يزيد فيصير يحتاج جرعه اكبر فيصير حتى الأشياء البسيطة هذه ما يعني ما 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 توخر الألم حقي هذا فمهمة هذه نسألة. Any recent changes in vision associated with recent trauma مثلاً if you suspect مثلاً hemorrhage, subarachnoid, subdural ولا غيره. Any recent changes in sleep, exercise, weight or diet, effect on work or lifestyle هذا السيفيريتي اللي كنت أقول لكم عنها اللي هي disability. Possible association with environmental factors, association with menstrual cycle. هنا نفس الفكرة, the headache, the onset, the duration, the site, the unilateral, bilateral, severity, أو غيرها. Associated symptoms, flashing light, aura, fever, neck stiffness, if we suspect مثلاً meningitis, vomiting, jaw pain, lacrimation, eye pain, rhinorrhea مثلاً في حالات الكلستر ولا tightness في حالات التنشن type headache. هنا بس غالبا انتم في الاوسكي ما انتم مطالبين انه يجي يقول لك يعني انت في الهيستوري المطلوب انك تقول كل النقاط اللي عنده تمام ما راح يقول لك في الاخير عطني مثلا what is your diagnosis what is your presumptive diagnosis هذه ممكن تاخذونها في الكلينيكال اذا اخذت من الهيستوري بيقول لك وش تتوقع الدايجنوسيس ولا what is your management ولا what is your follow up غالبا في البيسك يير اللي عليك بس انك تضبط الهيستوري تيكينج والفيزيكال اكزامينيشن ما راح يسالك عن فايندينجز في الفيزيكال اكزامينيشن ما راح يسالك وات از يور دايجنوسيس ولا ليش سالت السؤال هذا بعض الدكاتره ممكن يقول لك ليش سالت السؤال هذا بس انه ما هو موجود في التقييم نفسه بس انه ممكن واحده من الاشياء اللي ممكن تساعدك بيشوف انت فاهم ولا بس قاعد تكب عليه المعلومات هذه ممكن يساعدك يعني بعض الدكاتره ممكن يشافك فاهم بس انك مثلا
خبصت في 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 كم من نقطة نسيت تقولها ممكن يحاول يساعدك من الناحية هذه، أنه ليش تسأل عن الشيء هذا؟ والله بسأل عنه عشان السيمتومز، هل أنت قلت كل السيمتومز ولا لا؟ تبدأ تقول أتذكر السيمتومز الثانية عاد يعطيك درجتها. فبعض الدكاترة متعاونين من هالناحية. فزي ما قلنا وردي فيلت يونيلاترال ولا بايلاترال ولا يونيلاترال وأوربيت تيمبرال بين في الكلاستر هيديك، نيو أونست سادن ولا هاو لونج داز إت لاست، يعني هذه ممكن تفيدكم من مراجعة الموضوع حق الهيديكس. طيب يا هنا مثلا اسوشيت سيمتومز اللي قلت لكم عنها، فيفر، لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، نايت سويت، اور اني نيورولوجيكال ديفيسيت، لانه ممكن يكون عنده سبيس اوكيباينج ليجن، تومر عنده في البرين وقاعده تطلع له السيمتومز هذه. ف يا هذه السيفيريتي، الباست ميديكال هيستوري، هيد تروما، مثلا برين هيمريج في البيشنتس مثلا اللي قاعدين ياخذون لا اله الا الله ميديكيشنز، اتوقع انها موجوده هنا ما متأكد، اللي ياخذون مثلا انتي كواجولانت مثلا عندهم مور سسبتابيلتي، اي هنا مثلا سبدور الهيماتوما اللي عندهم انتي كواجولانت، ف this يعني this could cause it. هنا بس نفس الفكره، هيديك البرايمري هيديك سويشي والسكندري هيديك والديفرنشال لها ممكن تفيدكم باذن الله. نفس الشيء ريد فلاجز هنا ما انتم مطالبين فيها طبعا في الهيستوري تيكينج، يقول لك واتر ذا ريد فلاجز ولا واتر، قل اللي عليك في الهيستوري تيكينج اللي هم النقاط هذه وبتكون يعني جدا ممتاز مع طبعا الاشياء اللي قلتها قبل. ف يعني انا دائما اقولها انه اذا ذكرت الموضوع زين الاوسكي ولا شيء، لانه الاوسكي انت عندك زي ما قلت قالب وتعرف ايش الاشياء اللي بتسالها لانك انت مذاكر الهيدك زين فبتعرف شو بتسال فيه. وبتساعدك كثير هذه مره. يعني الفيزيكال اكزامينيشن هو اللي يختلف، بس الهيستوري مره واحده ذاكره وتطبقه او ممكن مرتين ثلاث مرات خلاص تحفظه، بس اللهم عليك لازم تذاكر الموضوع زين. حطيت لكم هنا هيستوري تيكنز ثانيه للويكنس، لو تشوفون انه تبدا تختلف الاشياء. طيب يعني من ناحيه مثلا ما في مثلا سكريتس، في بس اس او سي اي اي تي اس سكريتس، فهم ما في radiation لأنه it's weakness. طيب فتبدأ تغير فيها شوي هذه السكريتس، وهذه تساعدك كثير إنه ما تبدأ تشيل أشياء اللي تشوف إنها ما تنطبق على المواضيع هذه. associated symptoms ونفس الشيء risk ال factors related to differential diagnosis وغيرها. حطيتكم هنا seizure، إذا بيجيكم مثلاً موضوع seizure غالباً ترى في السنوات طبعاً السنة الماضية الدفعة اللي فوقكم ما تكنسل عليهم الأوسكي للأسف. فحنا آخر دفعة جاها أوسكي إلى الآن في نيورو، وكانت الستيشنز اللي هي كان عندنا الستيشن كان هيديك، عشان كذا ركزت عليه عندكم، كان هيستوري تيكينج، والداتا انتربريتيشن كان أوبتيك نيرف تراكت ويسألك عنه وزي كذا، ويقولك إذا صار دامج هنا وش راح يصير وما إلى ذلك. كان داتا يعني كان صعب الستيشن الصراحة، كان يمكن 4 أسئلة أو 5 أسئلة، وبس حاط لك صورة الأوبتيك نيرف تراكت. في الفيزيكال إكزامينيشن يعني جانا لأن للأسف إحنا ما سجلناها ما كتبناها، بس إنه كان lower motor neuron physical examination، كان peripheral sensations، وكان cranial nerve examination. هذا الفيزيكال إكزامينيشن اللي جاتنا، ناس الباقيات اللي جات بس هذا اللي أتذكرها جاتنا قبل سنتين. فزي ما قلت لكم سيجر، وآخر شيء هنا جبت لكم هذه من جامعة الملك سعود، كاتبين CNS history taking، بس انه زي اللي تقول تاخذ منها اللي عجبك، بس انا جبت الصورة هذه عشان تفهموا بس فكرة التشيك ليست كيف انه شو اسمه سواها سأل عن النيم والايج والجندر ناشوناليتي اوكيبيشن، ما يسأل عن جندر يعني، بس انه سأل عن نيم وايج وناشوناليتي اوكيبيشن، تحط دن ولا نات دن ولا بارشلي دن ولا دي دن، PD partially done و ND not done الظاهر، A appropriately done، partially done، not done. غالبا حسب الاختبار، بس انه الاختبار غالبية الاختبارات اللي عندنا الشيء سواه ولا ما سواه، ما سواه بشكل كويس ولا ما سواه بشكل كويس، هذا غالبا ممكن تكون في الفيزيكال examination أكثر. بس في الهيستوري if you say it you get it، if you don't you don't. فزي ما قلت history presenting illness يعتمد على الـ على الـ على الكمبلينس نفسها. فمثلا سيجرز، باراستيزيا، هنا حاط لك كل السي ان اس
complaints الهيستوري حقها past medical الفاميلي هيستوري والدراج هيستوري والسيستميك ريفيو. هذه كل السلايدات اللي عندي اللي كاودي اقدمها لكم وان شاء الله انها تكون فادتكم. ما كاودي اطول عليكم لانه ما ندري اذا راح يصير فيه هيستوري تيك راح يصير فيه اوسكي او لا، بس حبيت اني اعطيكم فكره الموضوع الهيستوري تيكينج ان جنرال وامثله في السي ان اس. اذا كان عندكم اي سؤال انا حاضر. اذا صار في اوسكي وصار في فيزيكال اكزامينيشن او غيرها وحابين انه اشرح لكم موضوع ثاني فيزيكال اكزامينيشن في السي ان اس او غيره او اي موضوع اخر في السي ان اس موضوع ودكم اشرحه، ما عندي اي مشكله. الله يعطيكم العافيه. في اي سؤال؟ الله يعافيك. في اي اسئله؟